ثم كحبه ما راضيش تدو معانا ولا شنو؟ كيفاش حبي واش منيتك باش عارف اش كتقول؟ تمنى شنو قلت لك؟ انت ما غديريش معايا شي شاو ولا نبقى انا تابعك بحال هكا؟ واش انت ما باغيش تحشم وتعطيني اتساع شويه؟ لحد الان باقا ما بغيتش نقول لخويا الا يتجبد شي مشكل. شنو غتعطيني انا بهاد خوك؟ وتشاد خوك اصلا باغا امتى تجي عيني في عينه باش ندوي معاه ونقول لي باغي خشك؟ شك زعيم مع راسك، دير في بالك واحد النقطه واخا تقولها لخويا انا ما باغيكش، وما كنحملكش عطيني اتساع. تبالي كتقلبي معايا على شي شوها؟ ما كايناش ياك؟ ضحكتيني والله، واش في جهدك كاع ما دير؟ بغيت تشوفي الشوها؟ انت غتشوفي الشوها الا سمعي مزيان على ودنك. وعباد الله وانا باغي هاد السيدات مزيان يا خونا، واش باقي ما بغيتش تحشم؟ انت مالك؟ مالك اختي؟ شكون حرك؟ شكون دوى معاك اصلا؟ شكون؟ باش كيبقى فيك الحال عاش عمرني شي دويت معاك؟ دخلي سوق راسك الله يرحم لك الوالدين مزيان هادي. شين انا مزكالك بعدا ولا فيق لك من النعاس بعدا باش نتسوق لك؟ حشم صاحبي وبعد من بنات الناس مالك؟ قولي لي انت البلان بحال هكا؟ انا عارفك عينك على خويا ياك. خوها ولا ماشي خو، انت راه ماشي سوقك وفوتني عليك انا واحد شهور عارفني كيفاش دايره، انا ما لاقش لك. دابا المشكله اختي هي انا اصلا ما دويتش معاك، انت مالك؟ اختي وقريني الله يرحم لك الوالدين مزيان هادي، مشي عند عشيرانا. ايه على بنادم كيدير كاع ماكش خليو كاع بنادم يدخل سوق راسو. شوفي جايبه لك واحد الهمزه زويجه دايزها الكلاب. شكون قال لك اختي انا باغا نتزوج وندير وغنتزوج كاع؟ شكون هو هذا العريس هذا؟ وشكون اللي غيكون من غيره؟ زريقه خويا. شناهو ما كتشمركيش؟ هذاك الشمكات ديال خوك حتى هو كيتزوجوا به الناس. شناهو؟ لقيتي بحال هذوك العينين الزرقين الرجوله ما تحقريش. لا انا ما غنحقرو ما والو، سيري انت وخوك عطوني شبل ديال التيزع هو اللي بانت لي في الدرب كتعجبو. ياك اختي ايوا انا سري انا اللي كبرت لك الشال. اختي ما تكبري لي لا شال لا والو، سيري في حالاتك. ايوا سيري الله يعطيك الدل. اهلا اهلا الدكتوره ديالنا، يلا جيجي. ايه يلا جيجي. مالك شك بحال مقلقه ولا مكعيك شي حاجه؟ ياك ما عاجبك شي حاجه في لافار؟ لا لا والو خويا، مع العيات على فاكس. صافي اختي صافي، شنو خاصك شي حاجه؟ باغي تشري شي حاجه؟ يلا جي اي حاجه قولها لخوك. لا لا ما خاصني والو، لا يخطاك عليا، لا كنتي انت بخير ديك يدن يوم عارف. صافي اختي يلا سيري دابا طلعي للدار، غنمشي دابا للخدمه في العشيه نتشوفوا صافي؟ اوكي صافي سي الله يسهل لك، وعاد داك تنسى لي الحلوه اللي كتعجبني. صافي كوني هاني يلا سيري طلعي لدارك سيري. واه راه هو خو اصاح سير عندو دوا معاه، قول لي راه باغي اختك اصاح. داكشي كيبان لي هذا هو معاك اصاح. تحرك واه سير تحرك اخويا، هذه هي الفرصه نجيك من الاخر. خويا كريم بغي ندوا معاه. ايه مرحبا مالك اخويا، انا قصدتك والمقصود الله صراحه حشمان منك. علاش حشم مني اخويا؟ واش داير معايا شي عيب؟ بصح ما داير معايا والو. مالك شنو كاين؟ انت عارف اخويا بنادم ملي كيبغي يكمل دينو خصو يقصد الدار من الباب، وانا راه جيت قصدتك اخي كريم. دينو؟ اخويا كمل دينك الله يكمل عليك بخير، انا شنو علاقتي بهاد الهضره كامل؟ وما كرهتش اخويا نجي ونجيب موني الدار ونجي عندك نخطبوا الخوا دريان. فهمتي على سنة الله ورسوله. انت بعدا كتفهم بعدا في سنة الله ورسوله اللي جايب غير اختي، راكم ما جيتينيش ودربنا كنت كرفست عليك. وحده قاريه وما عرفت فين واصله وخاسر على دم جوفي جا عندي في الاخر شمكار بحالك يبغيها. سير سير رجع للكوان ديالك، راهي بلاصتك شتيها حدا صحيبك، سير رجع بلاصتك قبل ما نتكرفس عليك. ياك اخي كريم حقرتيني، غتجي وقت وغنعجبك اخي ديالك. غتعجبني وبغيت نقول لك خاصك تعري على كتافك باش تعجبني، الساعة انت معريهم دابا نهار تغطيهم ويعمروا مزيان ديك الساعة قصد الدور اللي فيهم الرجال. دابا سير اخويا عند صاحبك سير سير خليني زوين. يلا بابا يلا تحرك. الله يلا قالك مال خويا دري. مالك تضحك اصاحبي؟ سير انت بايط اخويا اصاحبي. عادي اخويا نوصي كيفاش عادي؟ صافي الله يرحم لك. كيفاش سير الحال؟ غير عشيه راه انت اللي خاصك تشوف. صافي غيرها اصاحبي جمال. صافي غيرها. سير انت بايضة اصاحبي.
خويا شي بارابور ديال كليو 5. لا لا والو خويا ما كاينش. طعم خويا. عرفتك. اودي مش مزيان منكم جوج. غنخدم نضربو دابا في المرقة ولا شي حاجة. ساندويتش هاتي تكون. السلام عليكم. الحمد لله عليكم السلام. اتغديتي بعدا؟ وا كلينا داكشي اللي قسم الله. وا بالصحة والراحة. الله يحفظك. وراك تبان ليا العشية تعاشات. شوف انت زيد واحد شوية وطرق المحل وسير. صافي باترون كون هاني. هاي الله يحفظك ما تنسانيش في شي مصيريف غدا الله يحفظك. مرحبا. انت راه كلشي ديالك راه المحل ديالك هذا. عارف دابا حتى شي هاد الشركه الدعوه شويه مزيانه راه صبرت معاك ما قلت لك والو وراه داكشي اللي تعزز عليا صح. الله يحفظك. شوف انا غدا نجيب لك الامانه ديالك صافي. ماشي بالضروره الامانه كامله المهم باش راك عارف. صافي كون هاني يا سيدي انا غادي نجيب لك بالزيد راك عارف كهز المسؤوليه ديال اختك. وانت فهمتي واش راه كنضربوها ساندويتش ديال 5 دراهم 4 دراهم باش نشيطوا لها مسكينه راه باغا قالت لك باغا تخرج باغا دير باغا دير خصنا نوقفوا معاها اش كاينه ولا لا. صافي سيدي بلا ما تقاتبك علينا ساندويتش ديال 60 ريال انا نولي نجيب لك سيدي الغدا من الدار من عندي كاع الله اش بغيتي. صافي مزيان ني تبقى تونسني راه الغدا كنبقى انا على الراس. صافي يلا كون هاني سيدي انا غدا مغدي معاك. يلا صافي سير. يلا سير تهلا على مولانا. انا راه غنطرق يا ربي دير الشاولي الخير يا ربي نتسالير ونطرق زيد في حالي بارك عليا. نيري على زهر جابني حتى هاد الخلا وسكتات قال لي هذا شي بريكول جابو الله فودي مالا كي غندير دابا هادشي كي غندير ديري ما كاين حتى اللي غادي يصيب عليا غادي نبقى حاصله هنا في هاد الخلا. السلام عليكم اختي واش حاصله فشي حاجه ما تقولش لي انت ميكانيك اش بالك من حالتي اختي فيدو راه ميكانيك اه سكتت لي الطوموبيل وما عرفتش كيفاش غادي ندير ياك اكتب لي الطوموبيل دابا جديده شوفي سير شري كابو نتمنى تكون شي لعيبه خفيفه دغيا ديماري ان شاء الله. صافي انا غادي نتلعب كابو. يلا سير سير على الله سير. شوفي اختي وي راه كيبان ليا الباتري يمكن لي كيدير لك هاد البلان انتي طفي كونتاك ياك صافي بلاتي صبري انا غادي نديبرونشيه نعاود نبرونشيه ديك الساعه عاود يخدم واخا صافي دابا سير طلعي الطابلو دابا واخا خويا. يلا ديماري ديماري موتور هاي الشاق هاي دي مارات شكرا بزاف اخويا الله يرحم لك الوالدين الله على خاطرك شحال عندي اختي شوفي باش ما نكذبش عليك الا خديت من عندك شي حاجه راه بحال شفرتك هاد المشكل ديال السيرك هو راه كيطرى مره في الباتري هادشي ليك شكرا بزاف الله على خاطرك شكرا هاني اختي مرحبا بعدا الحمد لله بعدا ربي جابني في الطريق حصلتي في هذا الخلا هذا والله ما كذبتي اخويا عرفتي عندي واحد الغرض اغجو عرفتي وقفت لي في الطريق ما عرفتش كيفاش غادي ندير الحمد لله لقيتك نتايا عاونتيني رد عليك في ساعات الخير ان شاء الله وهاني اختي
المهم سيري طلعي طوموبيلتك دابا وسيري فحالاتك. شكرا بزاف اخويا والله الا قلال ولاد الناس بحالي. هذا هو واجب اختي. شكرا مره اخرى الله يعاونك. يا ربي مشاو فحالنا. يلاه الله يعاونك. سلامة شكرا. خلاشي بغيت ندوي معاك. مرحبا حبيبه ديالي شحال بالخاطر. البارح وقف عليك دريقه هذاك راه مسخ وشبعان حبس بلا ما دي لي. لا لا البارح ما ديتش عليه اصلا ما دايراش في بالي. انا بغيتك كمان تقولهاش خوك حيت خوك درويش مشي يدير المشاكل. لا لا ما نقول لي والو منيش خويا راه مضاربه مع طرفه الخبز قال لي هذاك المسخ. هاك كنبغيك يلا سيدي بلا ما نشدك غدا لافاك وقاله. والله يا حبيبه ديالي لقيتيني غابه يلا ان شاء الله يفراسك دابا. نجي اختي سلمى. السلام عليكم. سلام كيدايره بخير؟ الصحه مزيانه الله يحفظك. ياك ما نز معاك؟ لا لا ماشي مشكل. واه تلقي ويلي انت بالدرب هنا وكنحتارموك وعلى راسنا الله يحفظك. علاش طيب كيدايره واحد الهيبه لاباس عليها شخبارها؟ كي غاده مع لافاك كل شيء بخير؟ الحمد لله الحمد لله. يسول فيك الخير لا لا. هي مسكينه غاده كتقاتل هادي باغا تشد هي الدكتوره ديالها راك عارفه وحنا مقاتلين معاها ما عندنا ما ندير. وانتم اصلا حنا في بعضياتكم الدرب كل اللي كيقولها ماشي كيشهد بها الصراحه. ايوا الحمد لله هادشي اللي بغينا شاد الناس يشوفوا فينا زوين وصافي. ويلا نوصلك دابا فهمتيني صباحي خصني نمشي للخدمه المعلم ما كنبغيش يكع عليا صافي. والله يسهل عليك انت انت راه ولد الناس وراك ظريف يلا نتحركوا دابا. سلام خويا. سلام اش كديري هنا؟ راه فين هو تليفونك بعدا؟ عرفتي عييت من صوني لك ما كتجاوبش. كاين لداخل ما سمعتوش. راه مع ما كايناش الخضره في الدار صافي وجيت عندك باش تعطيني باش نمشي نتقدى قبل ما يمشي النهار. صافي واخا صبري انا ندخل نجيب لك الصرف صافي. واش خاصها خضرة كاملة؟ اه المشكلة دابا الباترون ما كاينش. هاكي شدي هادي خودي بطاطا داكشي اللي غنحتاجو فهمتي؟ اه حتى نجي لبقات شي حاجة راه نمشي نجيبها أنايا فهمتي؟ فهمت الله يخطاك عليا خويا والله. يلا نخليك دابا بالسلامة. أجي نمشي بعدا قولي لي في لافاك ما كبرزتكش شي واحد عشان عارف ديك لافاك يكونوا فيها الدري باسلين كاين والو؟ اه لا لا ما كاين والو كنمشي ترونكيل وكنجي ترونكيل. ترونكيل سيري سيري لدارك سيري نصور معك شي حاجه صافي كون هاني. لا بحال اللي عاد ترونكيل. توحشك يا بابا توحشك يا ماما كنتو معانا كون راكم منسيني انا اخويا. الله ما نزي مقلق ابدا اخويا تفكرت الوالدين وصافي والله الله يرحم. وصافي شوفي ما دير في بالك والو وانا معاك. ورا انت اللي مصبرني ومفرحني في هاد الحياه والله وحنين فيا وما خاصني من حتى حاجه اللي خطاك عليا خويا وصافي والله. ويلي الهبيله ما تقوليش بحال هكا انت راك اختي وضو عينيا وصوني عليك الوالدين يعني خصني نتهلا فيك بالمزيان. ولا لا خطاك عليا خويا وصافي والله. وقول لي امتى نديرو شي نهار ونمشيو نزورو والدينا ان شاء الله. نمشيو هاد الجمعه ان شاء الله نمشيو نديو معنا شويه التمر شويه الخبز نفرقوا على دوك الناس اللي تما كاين
باش ترحموا لنا على والدي. مزيانه صافي مزيانه اخويا، نيت انا ما كنمشيش نهار الجمعه في الصباح لافاك. وصافي ملي هكا الجمعه غنمشي. دابا اش ديري؟ يلا نمشيو للكوزينه نديرو شي تخربيقه عجيبه ونديرو باش نتعشاو. صافي في الغدره كتبقى راسك دابا العشاء انا وياك اختي العزيزه نديرو شي لعيب. صافي يلا ايوا الله يخليك لي اخي. يلا نوضي نوضي نزربو على داكشي. يلا سيدي اهلا وسهلا يا علي. كيفك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ طيب بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. على سلامتك. وين صاحبك هذا؟ انا راح اتصل عليه. ايوه ايوه انا راح اتصل عليه الحين. ايوه يلا توكل على الله. يلا. الو وي كريم، انا حد الباب ديال العماره ديالكم. لا لا راه معايا السيد معايا. يلا 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 راح يجي على الحين. انت كيفك؟ مليح؟ الله بخير الحمد لله. كل شيء طيب. كويس؟ صافي قررت انك تذهب الى السعوديه؟ ان شاء الله. ايوه صديقي ماجي. ايه فين؟ السلام عليكم. مزيان؟ بخير ماجي. وهذا؟ كيف حالك؟ هذا صديقي كريم. ونعم. هذا علي اللي تكلمت لك عليه. متشرفين. سلامك الله. صديقي راح يشوف لك الشاري للسياره. ايه لقيت الشاري؟ هو قال لك واش لقيت الشاري؟ الشاري دغيا شوف. قال لك راح قال لك الشاري بسرعه. ان شاء الله. قال لك ان شاء الله صافي. صافي شحال الثمن ديالو؟ وشحال طالب؟ كم الثمن؟ صاحبي بيقول لك كم الثمن؟ 16000 دولار ونعطيه الحلاوه. شنو هي 16000 دولار اصلا؟ 16 مليون. وقال لك غادي يعطيك الحلاوه ديالك انت. تقول لي حنا رجال ما باغي لا حلاوه لا والو، غنبيعوا لي طوموبيلتي ونعطيوه رزقه وصافي. ولا هو راه يدبر عليك ورا الناس كرامة. ما انا صاحبي. صاحبي بيقول لك ما بيدو حلاوه، انتم على راسنا. لازم. قال لك ضروري من الحلاوه. ضروري ضروري. اه وصافي شوف قول لي واخا صافي انت خذ هذيك الحلاوه. انا والله الا باغا نوقف مع السيد كيبان صافي كيبان ضريفو. قول لي راه قال لك راك تبان ضريفو. بيقول لك انت انسان طيب. الله يسلمكم وانتم طيبين بعد. الله يجازيك انت على راسنا وعينينا. الله يسلمكم. انت على راسنا. امشي امشي غيمشي. قال لك امتى راح تذهب؟ يعني سيمانه. سيمانه بحال هكا. مزيانه مزيانه صافي غلقى ليه الشاري. قول لي راح يأدي لك الشاري ان شاء الله. كون هاني باذن الله. باذن الله ان شاء الله. يلا السلام عليكم. خليكم على راسك. تمشي معاك؟ انا امشي. انا راح اروح معاك. يلا يلا توكل. يلا يلا سير. الله يعاونك. بيناتنا التليفون صافي. يلا حيد الله. يلا نروح. يلا افتح افتح الباب علي افتح. اهلا اهلا سلمى. كيداير؟ كيدايره بخير. اخبارك؟ صحه مزيانه. شي مزيان الله يحفظك. هاني ياك ما با تجيب شي صخره نسخر لك. لا لا خرج نشم شويه ديال الهواء. اه مسالي دابا تمشي معايا؟ الصراحه كنت غادي نمشي خرج الخوادريه ولكن نمشي معاك ماشي مشكل. لا لا صافي لك تخرج الخوادريه. شوفي الخوادريه الاولى. اسمعي الخوادريه راه باقا العشيه اليوم. انا اصلا روبو غنخرجها. يلا نمشي معاك دابا تمشى معاك شويه نيت راه ضرب هذا راه عندنا راك عارفه كي داير مرونة الدواء. صافي يلا نمشي. يلا نمشي. ايوا صافا كي غادا مع شي اجواء كي غادا مع البرد. راك عارف انت البرد قاتلنا. سمح لي يا كريم بغيت نسولك وما ديريش مني قلت الصواب، علاش وليتي بحال ما هكا ما بقيتيش مهلي في راسك وانت دري تبارك الله زوين وخدام؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ راك عارفه من نهار ماتوا لي والديا خلاو لي الخوادريه. حتى هي راه عندها قرايه عندها لافاك مصاريف داكشي يلاه يقدها هي مسكينه. ما انا ماشي مشكل كنبقى راجل هادشي اللي كاين. وعلاش ما تشوفش لك شي بنت الناس تعاونك وتعاون حتى الخوادريه ديالك؟ ودي بنت الناس ما تبغيش تجيبها تكرفص. راك عارفه الوقت دابا غلات وبغينا تنكونوا بعدا شويه بعدا واخا مستقرين بعدا فشي خديمه تكون خديمه نيت فهمتي ولا ندير شي حاجه ديال هذيك الساره توكل على الله وغادي تزوج. واش نقول لك كريم الله يسهل عليك فهاد النهار.
امين يا ربي والله يلاقينا مع محسن من الناس. ايوا الحياه هادشي اللي بغات. عندنا ما نديرو وصافي. حنا وصلنا وشكرا بزاف على الدوره اللي مشيتي معايا. شكرا. ماشي مشكل. ماشي مشكل. انتي دابا راه بنت الدرب وليت قالت عليك خفافت علينا وفاش ما احتاجيتيني علميني نقضي معاك الغرض. ربي يخليك سيدي. صافي عافية. يلاه سير بسلامة عليك وسعدات اختك بك كريمة. الله يحفظك ليا. يلاه بسلامة. الله يعاون. الله يحفظك. يا ربي تيسر يا ربي يا ربي. ما قلتش لك اصحابي شي واحد الخبار. مالك الله يسمعنا اخبار الخير. داك خونا زريقه فين ما نكون دايزه جايه من لافاك ديما شادني ما بغاش يتوقر مني. ويلي حتى انا يلا وقفت عليا مؤخرا اختو قالت لي جايبه لك واحد العريس. قلت لها شكون هي؟ تقول لي يا خويا زريقه. وشو على ناس شحال خايبين. انا وليت خايفه خويا ساق الخبار ونصدقوا طايحين في شي مشكل. اختي هي بنتي عارفه داك الموسخ يلا خارج من الحبس غيولي جايبه سبتو على خوك. ورا داكشي اللي دارت اختي الاولى ولا الاخر الله يبعد بلا انا من بلاهم وصافي والله. ويلا يلا يا صاحبتي نهبطوا بدا كيجيني البرد. ويلا نهبطوا. ايوا اختي سعيده قولي لي جابك عندي. ايوا بغيتك تكوني بنت الوقت وراكي عارفه راني جايك على واحد الموضوع. واش عارفه؟ انا ما عارفه والو اختي قولي لي. ايوا حلي معايا ودنيك راكي كتعجبي خويا وما كرهتكش ليه. اشنو بالك؟ كنعجبو. ايه يعجبو الخير ولكن كيفاش بغيتيني ليه؟ نديرو اللازم ونجي نخطبوك داكشي ديال الكبرانيه. كبرتي بيا اختي سعيده الله يكبر بيك. ولكن راه انا ما موافقاش على خوك. ايوا هانتي ما تزربيش احتاجي خوك وتشاور معاه. واخا نقول لخويا ما موافقش واصلا واخا يوافق انا ما موافقاش. اختي سعيده نخليك تابعني الشقه. الله يعاون. ايوا خليت لك الراحه. حنا كيما ها نديرو الخير ويطهر علينا. حنا كيما ها نكرم مع الناظر. حنا كيما ها ويلي ويلي ويطهر علينا. سلام زريق ناري الحب. اش نقول لك؟ اش انا جايه مالك وتوحشت. شوفي ديما كتقولي لا ولكن اليوم ممكنش لا باش نجيبوني وكش دوره مزيانه. زراق انت عارف يلا جايه من لافاك وعيانه بغا نحط راسي نرتاح. ايش البساله انت عارفه يعني فاش كدور لي النقشه تشوفي شي لعيبات عمرك شتي. دابا اللي بالك نجيبو شي دوره ولا لا؟ وصافي عافاك زراق ما بقاش دير ليا بحال هكا والله حتى جايه عيانه من لافاك. دابا شنو بالك نجيبو دوره ولا لا؟ صافي واخا ولكن ما نتعطلوش نجيبو دغيا. صافي يلا ماشي مشكل. جيب لي شي كاس الماء الله يحفظك. اييه مالك جاك العطش؟ وقول لي هاك بسم الله طويتي دوك البارابورات؟ صافي راه ستفتهم مسحتهم باقي ليا شي وحدين بغيتك حتى تشوفهم بعدا واش مزيانين ولا لا. او السي احمد جاب لك شي بارشوكات هاد الصباح ولا والو؟ باقي جاب واحد مهرس خصك تردو لي. صافي عزلوا لي تما كاين تن وصوروا لي شرطه الصوره باش نلوح عليه. صافي نقول لي راه جاب شي واحد مهرس. بلاتي معلم انا جاي. في غادي واحد السيده من العائله. صافي سير سير العائله. سلمى اهلا فين؟ كيداير بخير؟ اخبارك؟ صحه مزيانه الله يحفظك. شو مزيان؟ بخير الحمد لله الله يحفظك. مالك شنو جابك هنا؟ واش باغي تقضي شي غرض؟ لا صاحبتي كتكون قريبه هنا لا فيراي مع طريق مختصره الدار طريق دوزني للدار. ايوا صافي مزيانه لالا ما محتاجيش شي حاجه راه قلت لك خضره مرحبا بك. شنو دابا نزيد معاك؟ نزيد معاك شويه الطريق؟ لا ما كاينلاش غنتمشى راسي خليك انت خدام. وصافي لالا اللي بغيتي راه واخا الخدمه ماشي مشكل راه باطرون راه متفاهمين معاك. يلا نخليك تخدم.
يا مسيح يا بسلام الله يعاونك. تاجي انت كيفاش قالبك زعما بدوز لي الدكاك ولا شنو كتحبني ما كعرفش العائله كيفاش الباطرون والله ما فهمتك وشوف انت انا عائلتك راه كنعرفهم واش على الدريه زعما لا على الدري راك فاهم صح لا ما كاين والو الباطرون والله ما كاينش عاود لي يا صاحبي راني بحال خوك الكبير صاحبي انت ما كتحشم مني لا ما حشم منك ما والو باش ما نخبي لك والو دابا الدريه فهمتي بالدرب تعجبني مش حال هادي ما كرهناش قصدو دار ما راك عارف ما كاينينش الوالدين اللي يمشيو معانا نصبر سيدي الله شي تاوي اسيدي ملي باغي الحلال اسيدي انا نوقف معاك راك عارف راك بحال خويا الصغير نتايا نعاونك حتى في الماديات مرحبا ما كاينش مشكل والله يرحم لك الوالدين عارف اللي كاين وان شاء الله نوصل ديك الوقت وغنعلمك صافي دابا ندخل نكمل الخدمه ولا ما تنساش الباترون عشان تقول لي فينا يا هذيك فينا يا هذيك خليني نمشي نقاد اموري صافي يلا ما خاصك والو بعدا لا ما خاصني والو غير سير كمل خدمتك وملي تسالي سير تغدى وصافي وانا لداخل صافي شي حاجه عيط لي كيفاش بلانك انت يا زعما ما نجيش ندوي مع خوك زعما دريه زوينه بحالك خصني نجي ندوي مع الاخ زعما ولا لا خويا زرا اش نقول لك انا راه كنشوف فيك ديك الصوره تاع خويا فهمت زعما عمرني تخيلت تكون بيناتنا شي حاجه شي من خويا ولا اختي اش شي دابا نسي هادشي ديال خويا فاش غديري زيدي يكون خير ان شاء الله زيد الحجر كي ضرني في رجلي يوم اجي من لافار انا زيد انا ضراتني ديك خويا اللي قلتي يا زيد اجي اش كدير انا انت والله ما كاين شي حاجه خويا خويا انت مالك مع البنت انت اش دخلك صاحبي ما داويش معك داوي مع البنت اش كدير انا جاي من لافار هذا عند صاحب شي لدارهم ولا هادي طريق لافار دوي واش هادي طريق لافار يلا سيري بحالاتك واخر مره نشوف ديزا من الطريق واخويا فهمتي انا المره الجايه راه غنقول لخوك ترى فاهم كلشي بالغلط عشيري ترى الدريه بنت الدرب انا كنوريها فين كاين المشكل خويا بنت دربكم ماشي بنت دربكم زيد داكشي كيبقى ديالك وانت مالك الا ديالي الدريه راه بحال اختي وخوها عشيري ولا شافك معاه غتولوا فشي حاجه ما كايناش وخليه شي يشوفني داك الدري انا ما باغيش ليه المشاكل فهمتي ولا لا زيد زعما راه قلنا درتي عقلك ويلا خارج من الحبس وغترجع نورمال انت مالك اصاحبي ما زيد فيه مالك دير عقلك واحد شويه اصاحبي تشرفنا وازرق دير عقلك الله يرضى عليك تشرفينا شيري وانا نقول لك اخر مره غنشوفك مع البنت انا اللي غتولي معايا في المشاكل يلا تشرف يلا دور حيد الله يرضى عليك الله يعاونك الله يعمل بنادم بنادم وقف لي في عوده انا ما فهمتش الله يعمالك المره الجايه ولا تدخل سوق راسك يلا خرجتي من الحبس بحالك وما يرجعونا انا بنادم كيدير اسمحي لي يا اختي احلام وصافي جبتك قلت يا مهر اويلا مش مشكل رانا بحال اختك تخمل راه ساهل الحال تخمل ساهل الحال ولا كنتي تشوفي خويا وصافي صاحبي شي ضرر لقيت قلنا لنا هاد الهضره هادي كون جات عليا انا اختي والله ما كرهتو لك ولكن الغالب الله ورا اختي حنا كنوريو في حداقه وفي الشقه وكنتمنى ربي يجيب التيسير واصبر اختي ربي غير يفرج ان شاء الله وكل فول وعندو كيالو وهانشي قلت هذا برا خاص اخوك حل عيني قبل ما يطيروني ليه وصافا صاحبتي دوينا على خويا بزاف وشقى شقي قبل ما يجي ويلقى الروينه وصافا صاحبتي حنا كنشقيو ايبا فين اخويا زريق اصبح الخير اجي نقول فين بخير صباح شي بخير امورك شي مزيان فين غادي على هذا الصباح هذا فين خارج خارجه نجيب شي فطور ونرجع ممكن من خبالك طاحت لي واحد الفكره في بالي نقولها لك مالك اش كاين شوفي نهرب انا وياك حتى واحد ما يسق لينا الخبر اش بالك شوفش كصحاب لك راسك في شي فيلم هندي ولا شنو واش منيتك منيتي ولا ما بغيتيش غنديك معايا صحه صحه شراك تقول الغلط كنت سمعك خويا كان يقسمك على جوج شنو هو خوك وتي اللي كتخوك بعدا عاد ديك الساعه ولا الهضره هذه دابا قولي لي غتمشي معايا ولا الخبار في راسك اش بان لك عافاك اخويا زريق الله ما كنلعبش لو دري اخويا زريق خلص سوق راسك واحد من خلص سوق راسك اخويا غتمشي بحالاش ولا لا صافي سير اخويا عاون بحال عليه سير دخل سوق راسك تحرك والله حتى غدبر على الموتي ناري واحد سلو خويا
ناري 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 ناري. واه كريم ويا مالك؟ واه اختك صاحبي داك خونا صاحبي ديك زريقه غيتعدى عليها غيتكرفس عليها كانت معاه واحد الحاده دير شي لعيبه صح. شنو هو كيفاش كنت الخو دريه تدوي غير دوي معاك صاحبي خويا راه بغيت الكيل على انا قبيله وما كان في يدي حيل راه هو معايا كان يضربني بالعيب راك عارف انت هذاك بحال هذا النوع كيتفهموش صح. ناري على بلان ناري دبر على عاشر دبر على والله حتى غنشدو هاد الكارطه شت عندك هادي بلاتي بلاتي قولي لي هادشي فين هو اخوك؟ اش بينو وبين اخويا انا ما شفتوش وليتي دابا ما شتيش ياك عرفتي اخوك الا طرات لك شي حاجه غنحيدو من هاد الدنيا هادي وانا نوريك اخوك واش شتي ولا ما شتيش ابلاتي دبر راسك اخويا بينك وبينه يا يا نلقى الخوة دريا دابا كريم مالك داك زريقة وقف على الخوة دريا قولها بالله سو ما عرفتش فين تاع ناري عاشي غادي نشدو ما نعاودش كش غادي ندير لي يمكن انا عارفه فين غادي يكون داها ويلي قولي لي يا اختي فين تاع هو راه عنده واحد الدار ولا شي على مورا كيمشي لها ما عرف شحال كيشرف فيها هو والدراري يقدر يكون تما وفين جات هاد الدار هادي فين هي راه كاين حدا حي الصناعي يلا مشيو دابا نقدر نلقاوهم تما لا لا ما عندك فين تمشي معايا غنمشي راسي شكرا اختي احلام ويلي انا اختك انت من ديما بحال اختي وما نخليك دابا هاني ماشي مشكل الو اكسا راه خش كريم وراه خطفوها راه خاصك تعاونو انا في الدرب جي عندي وفين احلام فين السيد بخير مالك لاباس راه زراقه خطف خش كريم ويلي امتى هادشي واش كريم في خبارو بعدا اه راه في خبارو يلا تفرقت مع كريم راه قلت ليه فين نقدر نلقاها واش هو في دابا زراقه راه داك النهار تبريت فيه لقيتو معاها وتبريت فيه وقلت لي اخر مره نبقى نلقاك مع هاد البنت راه كيقلب على المشاكل هاد زريقه والله حتى كيقلب على المشاكل راه انا درت في ديك النهار ما بغاش يمرق ودابا من هادشي كامل ويلا نلحقوا على كريم ولا يدير شي زبله وانا في الطريق نعيط على البوليس يلا زيدي 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 المهم اخويا زريقه تهني انا سكتي غتدخلي وغتسكشينا بلا هضره زايده زيدي عفاك اخويا طريق اش من عافاك شي راه اي حاجه تهنا انا غندير اللي بغيت حتى واحد ما يسمعك نقدر ندير فيك اي حاجه سمعتي المهم اخويا تشمن امي مابقاش طالبي فيا انا الله يحفظك اخويا زريق انا بحال اختك الصغيره مش ادينيش المهمه يمكن عرف لا خويا لا اختي انا اليوم غنطبق داكشي اللي انا باغي ماشي حشومه عليك اخويا وانا اش درت ليك شنو هو اش درتي ليا تتشي كامل واش درتي ليا نبقى انا تابعك من دار لدار زنقه لزنقه باش ترطابي انتيا ودابا غندير داكشي اللي بغيت عرفتي الا قصتيني راه غيجي خويا غيتكرفص عليك شي مريضه ولا مالك شي خوك ما في يدو ما يديرك امامي هذه عرفتي شناهو غنديرو الخطوه الاولى مزيانه ها هو هذا التحيد فين هو هذا خوك هذا بيني ليا انا باغي نشوفو صافي اخويا زريقه والله شك اش ضحك معاك ما كاين والو يلا فهميني ياك عرفتي دابا ديري داكشي اللي باغي انا انت غتنوضي دابا تشطحي ليا مزيانه صافي مزيانه هاد العيبه نوضي انت نوضي انت باقا باركه انت راه غنصممك كنوضي تقعدي شي سير يلا شناهو تبقاي واقفه لي انا بحال المونيكا وتحركي ديري شي حركه عدو الخوة دري مالك مع الخوة دري شو واحد فينا غير تسير خويا عفاك بقى محتاجك عفاك نوض كريم عفاك بقى محتاجك صافي الشي اللي بغيتي ياك لا طلبوا شي نوصلوا لا حنا وصلنا لا ما عرفتش عندك راجل تجي تضحك عليه وتضحك فيه البشريه يلا انت جبتيها فراس خويا عفاك نوض بقى محتاجك عفاك خوك اليوم غادي يموت انا الحبس داخل ليه داخل ليه تماك اصلا هذيك هي داري لا عافاك عافاك خويا ولي عرفتي باقا محتاجه اش بالك فهاد الجنون اليوم نغرزو في خوك اش بالك
بوليس. شكون فيهم اللي مخصات؟ راهو راهو. شوفوا شوفوا. قاعد قاعد اصبر. غير ما درت شي حاجة. غنينا شوية. درت والو. غنينا. درت والو والسباب ما درتش والو. سكتنا سكتنا شوية. سكتنا شوية. درت والو الشاب. سكتنا. يا الله 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 لا شيني هذيك مالك شويه نعيطو لكم امبيلونس بلاش باش متاكد خويا خلاص شيني هذيك خويا صافي صلي تعالي هذاك الموت شوف فين هو صاحبي راه لداخل راه لداخل كريم شويه خويا كريم شويه شوية شوية اخوتي نتخافوا شوية نتوما عيطتوا للبوليس وي اخويا راني اللي عيطت للبوليس راه عطات لي احلام عاودت لي شنو واقع وانا نعيط اخويا المالي الوقت هاك آه بعدا كاسكيتك صح اخويا داك الدم طاش صافي يلا يلا نهبطو نشوفو داك الحمار يا ما شفتوش طويل يا الله شويه زيد 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 مخلوعه بزاف ما تخافيش اختي ما تخافيش انا معاك هو تشد دابا داك المسخوط اللي خلاك صراحه شكرا لكم نتوما ولاد دربنا احساس لقيناكم في هذه الوقيته هذه وقفتوا معنا شكرا بزاف الا هاني اخويا كريم اصلا هي برا بحال خشي حتى لا اخويا كريم ما تقولش بحال هكا حنا راه خوت ولاد الدرب وكابرين مع بعضياتنا راه ديال الوقيته فين خصنا نوقفوا مع بعضياتنا قول لي دابا انت شنو غدير لديك الضربه تمشي للسبيطار ولا طلع للدار ولا شنو غدير وصافي مزيانه انت وصلني للدار كون غادي للخدمه عاوتاني وصلني بغي نمشي للسوق حتى هو وصلني لي باش ما تمشي تسوس انا صح ماشي لدارنا راسي غدير مزيان واحد والناس هادي توصل لدارهم صافي صافي احلام هو معاك السيم حتى لا راه عارفك الشكل صاحبي اش من تسوس انا ولا قد الدوره جات حتى لا احلام كون هاني عليها اخويا هي عندك شي واحد من دارهم يشوفني ولا شي حاجه راك عارف انت وبغي نتعايم مع حتى واحد في الدرب اخويا تش من دار وما صاحب احلام ريتي ما راه ساكنه الراسه مسكينه خدامه كتحوفر واي جاتك فرصه الا بغيتي تقول معقول تتزوج هاد الدريه دي ميردي يا صديقي تعاونك على الزمان ويلي والله يا خويا ما كنت عارفها بالله واه علاش لا خويا الا بغات وقبلات علاش لا الحلال راه زين اخويا كنت عارف اخويا كريم عيباج اها مرحبا علاش لا وانت صاحبتك انت باغا تدبر على راسها هي باغا دير وليدات الله يسهل عليكم اخويا ديروا قيتها ديروا قهوه وتفاهموا العيبات شرحي ليه ويشرح لك واشرح لها صافي خلوني دي هادي هي ترتاح تحيد منها شويه الخلاق مشيت انا نداوي هادشي صافي انا حديث اخر وصافي اخويا كريم سير ترتاح واتشي اجي نقول لك واحد الحاجه انا اللي غنقول لك واحد الحاجه من قدام يا تقول لي واحد الحاجه مشي للدار ترتاحي تخرج تقولي ايش مبروك عليك اختي مبروك مبروك ودابا طريبيش
ديالي انا اللي ضارب عليه التهمال. هادي اري لي هاديك حتى هي. ها كي جات معايا ناضي. ها كي جاك خوك ناضي. مبروك عليك اخي مبروك. الله يلا فرحتيني وبنتو ليا فرحانين وفرحونا معاكم. واش كاين اختي تخرجات الباترون؟ ايوا مبروك على سلامتها. ها انت شوف عطا واحد 200 درهم من الروسيطه على حسابي هذا. يا الله اش بغيتي يا لالا. الله يحفظك ليا الباترون. لا هاني راه بحال بنتي تاي. شوف غندير لاختي احسن حفله عمرها ما تنسى. صافي كاع داكشي كتجامع غنخسرو عليك. ترى دابا راه مفرحان قلت على الطريبيش. قلت على الطريبيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا انت هو كريم؟ لا راه هو كريم. خويا اسمح لي جيت عندك في هذا الوقت واخا ماشي مناسب ولكن ضروري خاصني نهضر معاك. وي خويا منصف. انت كيفاش منصف؟ فيك تعرف هذا الدري تا هو تخرج معايا. تخرج معايا؟ اه زيد اخويا. اخويا الانسه هي برا قرات معايا في لافاك ونعمه التربيه وتسنيت هاد الوقيته هادي فاش تخرجنا وبغيت نجيب دارنا وانا راه ناوي الحلال اخويا. اه واخا. ومن امتى انت هادشي؟ واللي بطلق عليا الحشمه شنو هادشي؟ عامل لي ايام لافاك اخويا. ايام لافاك؟ نحق لك كنت كنسولك واش مبرز الطاوله شويه لا بخير. هذا هو بخير ديالك. واخا خويا جيب داركم ان شاء الله ويكون خير. انت باغا هادشي هذا ولا قبلتي انت شحال غنكون قابله؟ اه باينه كتسنيني نقبل انا ان شاء الله خويا ان شاء الله. شكرا اخويا بزاف سمح لي على هاد المجيه. هاني هاني الله يعاونك الشاب. الله يسر الامور. الله يحفظك. وافاك اش نقول لك؟ الله يسر لك اي حاجه غتفرحك الله يسر لك فيها. واه يا كبرات وغادي تزوج يلا. واه تهدن كريم تهدن كم هذا الفرح فرحينا صح. تفكيتي من واحد العبء كان ثقيل عليك راك انت اللي كبرتيها. والله يخليها لي خويا ولكن غتبقى معايا. ما تخافيش انا معاك. داوي حالي غرامك وحده ويا ناري ونقول انا مالي راه درتك في بالي وكتبتها في خلبي.